قال رئيس أحد دواوين داعش في الرقة لأخبار الآن إن الجهاز الأمني لدى داعش مخصص لمراقبة المدنيين في مناطق احتلال التنظيم وكذلك الأفراد المنضمين إلى داعش. وأضاف المسؤول السابق في التنظيم والذي طلب إخفاء هويته عقب انشقاقه أن أمراء داعش يزرعون عناصر تابعة للجيش الأمني للتجسس على المقاتلين في التنظيم ورصد تحركاتهم وتتبعهم. نتابع. الجهاز الأمني يمتاز داخل التنظيم بالسرية والكتمان، كان يديره قديما الناطق الرسمي أبو محمد العدناني، أما الآن يديره شخص سوري أيضا يقال له أبو أيوب. التنظيم طبعا بالنسبة للجهاز الأمني يعني يعتبره هو المحافظ على نظام التنظيم داخل مناطق سيطرته. يقسم إلى عدة أقسام الجهاز الأمني، هناك قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الداخلي أيضا يقسم إلى عدة أقسام، أذكر منها مثلا أمن المعلومات، هذا مختص بمتابعة محلات الانترنت ومتابعة العناصر على حساباتهم كحسابات الفيسبوك أو سكايب أو الواتساب لكشف الجواسيس. أيضا يوجد قسم خاص بالعناصر، عناصر التنظيم لمتابعتهم وملاحقتهم ومراقبتهم أيضا. وطبعا من ضمن مراقبة عناصر التنظيم أن التنظيم لغالب عناصر الجهاز الأمني أخضعهم لدورات شرعية خاصة بالأمنيين، وقام بزرع عناصر تابعة لهذا الجهاز في كل مفاصل التنظيم كمثلا الصحة والتعليم و ديوان المساجد وأغلب الدواوين، وضع وزرع عناصر تابعة له لمتابعة عناصر التنظيم ومراقبتهم ومتابعة أيضا الناس المدنيين.